جاليد، شوف وضعية جاليد. خودي أو خليلي في التغطية، خليلي حذاري حذاري حذاري، يا لقطة ولا في الأحلام ولا في الواقع ولا 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 أطرف لقطة ربما في تاريخ الكرة الجزائرية. كيف أخطأ وشويح وكيف مرر وأراد أن يسجل يشير، ربما أرضية الميدان سبب، لكن تبقى لقطة طريفة جدا جدا. يلا يا زيد احنا في انتظار اللقطة. شوف مسعود ثلاث دقائق فقط. شكرا وسيلة. شوف توقيف هذه الكرة، ضياع هذه الكرة، وجه لوجه، إلى أين؟